السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي، مزيانة. هذا هو الفيديو اللي كنت كتسناو عليه. الفيديو إن شاء الله على أجمل البيوت البيس لأي فوتبول اللي تسمى جديدة بأيفون. نبدأو مع أول هدف، نظن ما غاديش يكون ترتيب. نبدأو مع أول الترتيب، ماشي بالأهمية، المهم الترتيب أنا اختاريته والله، نتوما بعد اختاروا أحسن. أجمل هدف بالنسبة لي أول هدف هو ديال خونا أيمن. نشوفو هاد البيت هدا كي داير، نجمعو نظن بأنه لاعبين. يا سلام يا سلام، ضربة المقص خارج المربع، هذا جميل. نطلب كاميرا ونشوفو، يا سلام كريستيانو، ضربة المقص بالرجل الضعيفة من خارج منطقة الجزاء، راح تجي انا بلاجب. الهدف الثاني، وكنولي نعاود لكم هاد البيوت هادو بدون ترتيب، مكاينش ترتيب هنايا للأمن الأحسن. هو نعب القادر البيت الثاني، نابولي ضد باريس سان جيرمان، يا باريس سان جيرمان، يا سلام يا سلام، بيت خرافي، طالون عجيب وغريب، شكون لي ماركا؟ غابرييل خيسوس. يا سلام يا سلام، لي جميل. الهدف الثالث خاص لي انا، الجزائر ضد المغرب، سليمان. الهدف كيبان عادي ولكن الجميل فيه هو هدف الزاوية المستحيلة، الزاوية 90. يا سلام يا سلام، هذا فيديو لخوتنا اللي كنشمتو فيه، خوتنا الجزائر ديما ديما قهوة خوت، راه مكاينش فرق ما بين المغرب والجزائر، مكاينش فرق كشعب كشعوب. كنقول هما في سياسات دبروا راسهم، مصدقناش. نشوفو الهدف رقم 4، خونا دكار، خونا أحسن طينور في فاس، مراد. هدف جميل 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 جدا، يا سلام يا سلام، هدف بعد خيالي تقريبا من نصف الملعب، يا سلام. ميسي أرجنتين ضد البرازيل، هذا يستحق الإعادة مرات ومرات، فرح. شوفوا هذا الهدف، هذا اللي هو خاص بي أنا. شوفوا الهدف، نفس الماتش ديال المغرب والجزائر. شوفوا أخوتي المغاربة، شوفوا البيت ديال سليمان، لا ديال إبراهيمي. شوف 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 شوف، لقطة جميلة، يا بيضة بيضة، يا سلام يا سلام، بيت بطريقة فنية، يا سلام، استحق الإعادة. زاوية أخرى، شوفوا خونا إبراهيم شنو كيصنع، هادي خاطر خوتنا الجزائريين كاملين كاملين كاملين، هاوا هاوا، يا سلام إبراهيم. الهدف التالي شنو؟ خونا القادر، خونا القادر الهدف السادس، وغنولي نشوفو خونا القادر حيت عندو بزاف البيوت مزيانة، بزاف البيوت جميل. شوف 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 شوف، هدف أوسيمين، طريقة عجيبة وغريبة، بالوش. شوفو من زاوية أخرى، يا يا كيشوف الكورة وعطيها بالضهر، وانا اوسيمين، طالو العجيب،
اهلا اهلا هو حصل هو حصل بون هذيلا اخواتي داولو داولو مسكين الله يشافي الله يشافي مسكين شافي المرض اللي فيه يا ربي يا ربي ديبرون يا سلام ديبرون يا تغدى ديبرون يا تغدى يا مر ديبرون ينفرد بالحارس يمر يفوت الحارس يا سلام بس ما نقول على هذا بس بيدي ودي وانا بقدر من جهتي بس بقدر هيا بتالين ولكن يستاهل يستاهل لي جميل نيس نيسي نيس يا سلام وفرام الزاوية مولا تقريبا ميسي ما تشيس الهجوم العالي هذا بيت ديالي شوف شوف واش يستاهل يا هذا ولا ما يستاهل ولا هذا في التاس با 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 يا سلام يا سلام يا سلام هدف مسافة خيالية شاشاش الحارس أو ما بعيد ما كيبانش ليكس طريقة خيالية يا سلام حارس حارس وقالوا الإيرور بعيدة كل البعد من الحارس صح يا دم صح يا دم الزوايا مختلفة تقريبا بحال البيت ديال اون مورال ولكن هذا من جهة تمشي شوية ما خلاوناش نقدم الكاميرا باش نشوفوها الكرة غادي دوزيام بوطون بعد كتولي تشارك بروميي بوط شوف 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 الحارس كي كيوقعلو الايرور هذا الهدف التاسع شوفوا الهدف العاشر خونا عبد القادر مرة سنة أخرى يعود من جديد شوفوا هذا البيت الاخر هذا واخر بيت معنا في هذا الفيديو هذا يا سلام يا سلام يا سلام انا عاس جول بهم يا سلام يا سلام بيت جميل جوج ديال الدفاع بحركة وحدة يتخلص منهم بحركة وحدة من بعد كيحطها ودور الطريقة عجيبة وغريبة اختار الطريقة السابعة يا سلام يا سلام هدف جميل مبقيت ما نقول هدف جميل وهكا كنساليو اخوتي قائمة ديال البيوت ديالنا وهاي القناة اللي عجبو البيوت يدخل يتفرج فيديوهات اخرين